عاجل تصريح حاسم من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة منذ قليل، وضرب كبرى من الداخلية المصرية ضد محام تعدى على ضابط. وتعرف معنا على مواصفات سلاح الجيش المصري الجديد الفريد من نوعه، وجريمة بشعة هزت مصر. ننشر لحضراتكم التفاصيل وتفاصيل وفد تركي يزور مصر مطلع الشهر المقبل. ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل وعاجل تصريح خطير من بايدن ضد روسيا. ننشر أيضا حضراتكم التفاصيل في الفيديو. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. كل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم عليكم. يلا نبدأ في التفاصيل. تعالوا نبدأ بتفاصيل اول خبر معانا، وعاجل تصريح حاسم من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة منذ قليل. ننشر الان لحضراتكم التفاصيل. والرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر كلم الرئيس السيسي هاتفيا، والسفير بسام راضي صرح وقال إن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من الموضوعات المهمة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين مصر وجيبوتي، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين مصر وجيبوتي لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار، خاصة في منطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس إسماعيل عمر بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة. والرئيس السيسي أعرب عن تمنياته بخالص التوفيق والنجاح في مهمته لتحقيق التقدم المنشود للشعب الجيبوتي الشقيق. والرئيس الجيبوتي من جانبه أكد على اعتزاز جيبوتي بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وجيبوتي، وذلك في ضوء حرص مصر المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية لدولة جيبوتي. وأشار في هذا الأمر إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين. وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد. وقد تم التوافق بشأن أهمية تسوية هذه القضية الحيوية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل. طيب يعني عدوا معايا دي الدولة الكامل أفريقية اللي تقف معانا، ويعني لما رئيس زي رئيس دولة جيبوتي يكلم الرئيس السيسي ويأكدوا على حرص ان احنا يعني لازم نقف على الثوابت، وهي ان احنا نحافظ على أمن واستقرار المنطقة عشان سد النهضة ما يؤثرش على هذا الأمر. عدوا معايا كام دولة إفريقية مصر بتربطها بيهم علاقات قوية. أنا طبعا هترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي. وخبر آخر معانا، تعرف معنا على مواصفات سلاح الجيش المصري الجديد الفريد من نوعه. وصلت الفرقاطة برنيس من طراز فريم بريجماني إلى قاعدة الإسكندرية البحرية لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، حيث تم بناؤها في شركة فينكانتيري الإيطالية. وحضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من القوات البحرية المصرية السابقين والملحق العسكري الإيطالي بالقاهرة، وعدد من طلبة الكليات العسكرية وجامعة الإسكندرية. وتعد الفرقاطة برنيس الثانية من نوعها التي تنضم لأسطول القوات البحرية المصرية بعد انضمام الفرقاطة الجلالة، وقد تم التعاقد عليها بين مصر
وإيطاليا، وتتمتع الفرقات الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، حيث تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري. وتعتبر هذه إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية المصرية لدعم قدراتها على تأمين الحدود والخطوط الملاحية البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر. مصدر معنا كان من RT تعليق بسيط على هذا الخبر، يعني هذه الفرقاطة كما ذكرت وكما ذكر المصدر أنها تتميز بتكنولوجيا حديثة جدا، ودي تاني فرقاطة من نوع فريم بريجماني تحصل عليها مصر من إيطاليا، رغم أن في أزمة في البرلمان الإيطالي يطالب بمحاسبة مصر على قضية ريجيني، ولكن هذا لا يؤثر على العلاقات بين مصر وإيطاليا وخصوصا بين الجيش الإيطالي والجيش المصري. تحية كبيرة للجيش المصري، نتمنى التوفيق دائما لجيشنا الحبيب الجيش المصري ولشعب مصر العظيم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر آخر معانا وعاجل تفاصيل زيارة وفد تركي مصر مطلع الشهر المقبل. وزير الخارجية التركي مولود شاووش أغلو قال إن في وفد تركي هيزور مصر في بداية شهر مايو، وده استجابة على حسب كلامه لدعوة من الجانب المصري، ويأتي ذلك بعد إعلان أغلو عن بداية مرحلة جديدة بين تركيا ومصر، مع إمكانية أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة. وتشاووش أغلو قال إن عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماعا مع مصر على مستوى مساعدي وزير الخارجية والدبلوماسيين، وسيتم تعيين سفير. وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد ويمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة. مصدر معنا كان من أناضول. طبعا يعني زي ما حضراتكم عارفين أن تركيا أخرست الإعلام الإخواني اللي كان بيبث من أراضيها، وهذا الإعلام الإخواني كان هدفه يعني زعزعة الاستقرار في مصر، ولكن لم ينجح هذا المخطط، ولذلك التودد التركي إلى مصر يحدث الآن. ويعني واحدة واحدة شوية، وأردوغان يعني ناقص يبوس إيد السيسي، ده اللي احنا بنشوفه بعينينا دلوقتي. وأي حد إخواني يعني بيقول لك أصل دي مصالح ومش مصالح، لأ، تركيا اتكسرت والإخوان اتكسروا وعرفوا أن مصلحتهم مع مصر. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر آخر معانا وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد محام تعدى على ضابط. ألقى قوات الأمن بقسم شرطة العمرانية بالهرم القبض على محام بعد تداول مقطع فيديو مدته 12 ثانية يظهر تعديه على ضابط شرطة. ومصدر أمني طلع وقال إنه جرى فحص الواقعة والتحفظ على المحامي لعرضه على النيابة العامة التي ستباشر التحقيقات. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص قام بالتعدي على ضابط شرطة. والتحريات أشارت إلى أن مرتكب الواقعة محام، وأن مشادة حدثت بينه وبين ضابط نظام بقسم شرطة العمرانية أثناء فحص الأخير لبلاغ بالمنطقة حيث تطور الأمر، وقام المحامي بنزع كتافات رتبة الضابط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل الطرفين للنيابة بعد تبادل الاتهامات بينهما، حيث اتهم الضابط المحامي بالتعدي عليه أثناء تأدية عمله ونزع رتبته وهاتف المحمول، بينما اتهم المحامي الضابط بالتعدي عليه بالسب وقذف وإصابته بخدوش. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية. يعني هذه القضية لو تفتكروا شبيهة بقضية المستشارة اللي كانت بتدعي أنها من الأمم المتحدة، اللي برضو نزعت كتافة الضابط وربته، وطبعا تم تحرير محضر وأحيل للنيابة، والمحكمة في النهاية
حكمت بالبراءة على المستشارة زي ما ذكرت في الفيديو السابق. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، أتمنى يكون في احترام متبادل بين المحامي والضابط، لأن هما الاتنين بيحاولوا أنهم يعني يطبقوا القانون، أو يعني يحاولوا أنهم يحافظوا على القانون ويجيبوا حقوق الناس، فلازم ما يبقاش في حالة العداوة بين الضابط والمحامي، فولا المحامي يغلط في الضابط ولا الضابط يغلط في المحامي، ويكون في احترام متبادل كذلك بين المستشار والضابط والمواطن المصري العادي، وما بين الضابط أو أي رتبة أو أي مستشار أو قاضي. لازم الاحترام يبقى متبادل بين الشعب المصري والمواطنين، أيا كان مركزك إيه، احترم الناس عشان الناس تحترمك، ما تتعداش على حق مش حقك، يا محامي ما تغلطش في الضابط، ويا ضابط ما تغلطش في المحامي. المهم إن هذه القضية أحيلت النيابة العامة ويتم التحقيق فيها الآن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر آخر معانا، وجريمة بشعة هزت مصر، وأقدم شاب على ارتكاب جريمة بشعة بإضرام النار في منزل والديه قبل نصف ساعة من إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك بسبب خلافات أسرية، مما أدى إلى مقتل أبيه متأثرا بحروق. ووفقا لموقع صدى البلد، فقد لفظ فلاح أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بحروق توفي بسببها، فيما تم حجز زوجته بالعناية المركزة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة بعد إشعال ابنهما النيران فيهما قبل إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك بنصف ساعة بقرية ديريني التابعة لمركز نبرو بمحافظة الدقهلية. وتمكنت مباحث نبرو من القبض على الابن الذي أكد أن والده دائما ما يطرده من البيت كلما طلب منه نقودا، وأنه ترك مهنته منجدا وعمل سائق توك توك لتوفير نفقاته، إلا أن الدخل لا يكفيه، وكلما طلب نقودا من والده يطرده، وهو ما جعله يصب البنزين ويشعل النيران في البيت. وأكد شهود عيان أن حسن وشهرته رامي حضر إلى المنزل قبل موعد الإفطار، وأثناء تجهيز والدته طعام الإفطار نشب خلاف بينه وبين والده بسبب عدم اعتماده على نفسه ماديا وتركه مهنته. وأوضح شهود إلى أن الشاب هدد بإشعال النار في البيت وصب البنزين وأشعل النار داخل البيت، مما تسبب في إصابة والديه ومصرع والده بعد ساعات من الحريق. المصدر معانا كان من موقع صدى البلد. يعني قضية صعبة جدا، وربنا يرحم والده يا رب. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. آخر خبر معانا، عاجل تصريح خطير من بايدن ضد روسيا. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ثبوت ضلوع روسيا في الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها أمريكا، وبايدن قال في خطاب له تعليقا على العقوبات الأمريكية على روسيا: أبلغت الروس بوضوح أننا سنرد على هجماتهم السيبرانية ضد الولايات المتحدة. وأضاف: قررنا طرد الدبلوماسيين الروس ردا على ما قاموا به من أعمال ضد الولايات المتحدة وعلى واشنطن وموسكو العمل معا لحل الخلافات. وشدد على عدم السماح لأي قوة أجنبية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وأضاف إنه كان واضحا مع الرئيس الروسي بوتين بضرورة إقامة علاقات مستقرة بين البلدين. المصدر معانا كان من الموجز، ويعني في مشاكل كبيرة بين روسيا وأمريكا في الوقت الحالي بسبب أن روسيا عملت هجمات سيبرانية على الولايات المتحدة أثناء الانتخابات الأمريكية. أترك لحضراتكم التعليق. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا أي إي بي. تحية كبيرة لأبانوب خلفاوي والبيت عم معنا في المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.